ننتقل الآن إلى بغداد، وفي حادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما هناك من لا يلتزم بأبسط قوانين المرور والسلامة. شاهدوا معي هذا الفيديو الذي أظهر حادث سير وقع بين قطار وسيارة في تقاطع الشلجية ببغداد بسبب توقف السيارة على سكة القطار. المعلقون على هذا الفيديو طالبوا بمحاسبة كل من لا يحترم قوانين المرور والسلامة. في منصة اكس كتب حاتم حسن: سواق ما عندهم وعي مروري، بس يريد يصعد بسيارة. المفروض منح إجازة السوق لمن يستحق فقط وفرض أقصى العقوبات على المخالفين. مروان سالم أيضا كتب: قد يوم قرأت حكمة كاتبها أبو تاكسي أجبتني، يقول وراء كل حادث سائق انطوا إجازة السوق بالكلاوات. غسان عبد الباري أيضا قال: ماكو ثقافة عند العديد من السائقين، يعني صدق كذب، هو بالعراق كله سكة واحدة وقطارين ويومية مدعوم واحد.